احنا حسب كل مصور كل حصانات نركب شمس فيتامين دي بسكليتات الشوارع ما عاد عندنا صوت الضمير ايش يعني اسمع انا قديش ضحكنا يا بسمة ياي تعرف شو ننعس من الضحك تعرف شو ضحكنا ضحكنا عن جد طول الوقت عم نضحك قال لكم نكت يا زلمة جنبي جنبي كثير مهضوم عن جد طب الحين بنقول لكم اليوم بس لبنان احلى اكيد هون مش مثل هونيك يعني كل بلد شكل بس هون بتحس حالك انه ببلدك هونيك اكيد بتحس حالك غريب بس ما تسفلسف طبعا فاتكم مستعملكم البرايم كان يجنن حضرت البرايم؟ انا برايم ثاني يوم السبت سبت صبح انا برايم ثاني يوم السبت وين؟ الباروكة هني عن جد؟ ايه حلو عنك حمار حمار كلنا خلص بعدين اجت مدام شو اسمه رولا قالت هذا لازم يطلع برا منيح نسأل بس ما انا نشست كثير بالبرايم لا لا ننزع شو؟ نشست كثير بالبرايم اكيد بعرف لعندي بعرف حلو يعني صيدها تعرف لانه كان بالها بالسفره مو بالها بالبرايم لا لا ما شفنا كذا شو؟ شفت اللي بيفهم منيح؟ سويت منيح بالإبال أكيد؟ يا الله مش أكيد حاسة حالي إنه مينة والله امبارح لسه كانوا بيحكوا هذا هيك هالنس مش كثير حلو بس المشهد ما كان حلو أبدا بعدين شو ولا هذا ولا استنى والله العظيم هاجس صار مره صار هاجس حياة الله مش إنه بحكي لكم عشان إنه مش بإيطاليا إحنا بس ناقصنا إشي والله إنه كأنه هذا مش كأنه بيتنا انه هيك صعبه عن جد صعبه وحياه الله طول الطريق مشتاق لتاني مشتاق لميش لعبد العزيز لناصر من راح يسافر بعدكم لا رميش لا رميش اكيد لا رميش اكثر شيء لا مش لا رميش متاكد لا هي بس ما مين كانت طعميك انا بقلكم مين كانت طعميك نسيته لحظه مين اللي اقترح حالي انت ولا هو انيس لا لا دي قبل بس انت ايه قبل انا يعني قبل هو قال له ايه قال له رح تكون مهضوم قلت له بتعرف هاي لمين داخذها قال لي لمين قال لي قلت له عبد العزيز قال لي والله رح يكيف عليها اشكرك صوت الضمير يعني انت من جد خليها اصحابي يتذكروني بسمة يحيى 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 زود جايبين لك انت حق الشيف خلص وباش ميداليه اكيد الحمد لله على السلامه يا رب بس اهم شيء لكم بس لا حاجه غريبه رح تشوفوا ريبورتاج رح نطلب مدام رولا نشوف ريبورتاج سوا اهم شيء انبسطتوا قلم هيك كثير غيرنا جو خلص هذا اهم شيء ورينا لارا انت كديليجي لازم تطلبي انه نقدر نشوف الريبورتاج بالبرايم اوكي ايه لانه ما بيخلونا ايه صح طلبوا بليز لا رح ياخذوا منه لقطات تطبع بالبرايم ايه لازم بس مناخير وهيك بقولوا لا مش كله يحيى انا هيك كثير حبيته بايطاليا هذاك اللي كان قاعد حد هديك وقال له انيس شي 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 ما رح تضحكوا ايش يا هيك بسمة البنات حلوين كثير حلوين باشا اذا بدك تتزوج هونيك انت بدك تجيب اولاد بكير فلتانة حلوة لأنه باش كل ما بيحكي بقول بكرة بيتكي بقرأ وتخبره ولادك لازم لحق ما بتلحق اي والله لحق لحق لا ما تلحق بعدين في سؤال سألناه يحيى بس ما سألتك يا مين اللي في الصورة هذا مش متعرف مش عارف شو صار هلا نحن كنا اول ما وصلنا على ايطاليا رحنا على البيازا دي اسبانيا هيك كانوا في رسامين عم يرسموا على ورقه الا لو بدنا يرسمونا بدنا يرسمونا ساحه عاد مساء عاملين هيك ساحه انا بعدين الكاميرا هيك بدهم يشوفون انا عامله ايش في بحر تحت في بحر طموح ملح على شيء خضار شيء بجنن حياه الله اذا ما ورحنا على مكان اسمه البونتيون وكان في هدوك لابسين غما وهيك قعدوا رقصونا يعني هاي بتجي من لا شيء كثير 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 ضحكنا عن جد كم قعدتوا ثلاث ايام والاوتيل شو الاوتيل بس عندهم الاكل مش طبيعي زقه مش طبيعي اكل كثير حلو الاوتيل حلو كثير شو كمان انس اوتيل والله لا ما كان حلو لا لما نقول له خيام بس والاوتيل هو بعد الاوتيل بس لو ما كان هو عارف ما لما قلت انه اوتيل بتحس بوساخه يا اخي 5 ستار خيام بايطاليا
بس على العموم يلا يا سيدي. اه ايه بس ما مش فكرتي تقدري تقولي خليكي تفضلي بس ما وانتوا في نفس الوقت تفضلي بس جبتي شاب جبتي شاب حلوين وصدق يا حي انبسطنا ايه بعدين جبتي نوريه سيد بالامان بجد يا بختك بجد انا من زمان نفسي اسافر البلد بس احكوا لنا باش لارا ثانيه ميشو احكوا لنا حلوه بلانا ابدا عم بقول لك صرنا ثلاث ايام والله العظيم نايمين مش عم بمزح مش عم جاملك صرنا ثلاث ايام بنخلص شوف الحين كنا نايمين هلا كلنا طلعنا من قبل ما تجي بربع ساعه صرنا ايه نقعد هون ساكتين اس ام اس ميتي اس ام اس بسمه قال لي دير بالك على بسمه مسجين المغرب أو شيء قال لي معلش خوله طلعت مش عارف شو دير بالك على بسمة اسمه موجود ومش عارف شو تاني مسج من بنت وصلنا قال لي دير بالك على بسمة كتير وهيك وكل المغرب بتحبك وكل مرة يجي مسج من المغرب ثانية وكل مرة انت تحس فيه صار كده طيب يوم أعطوه المريول سبعة صدق حالاً بيطالي شاطري قاعد زيهم شوف تحية الورزة جيب لك بندورة هيك تحمل أكلنا شغلة اسمها بروسكيتا طيبة يا هاي ذوق قول أكلنا شغلة لا لا بتعرفها as a starter أكلنا شغلة لبنا شغلة اسمها تبن كلوا على صحن تبن صحن جد كان كتير طيب أكلنا You don't know the Bruce فريز فريز لون أخضر أنا أسمع كل شيء مظبوط برجر اناناس كبسه اناناس اناناس باناناس كل شيء اناناس كينج يا عيني شوفوا سيد رب اكيد حياتي حبيبي اكيد حبيبي اكيد الاكيد طبعا عم بتطلع يا كثير حلو الاكاديمي عن جد بتعرفوا شو هلا انا بفكر مش بايطاليا بفكر بعدين يعني لما راح اطلع من الاكاديمي كثير صعب ليه؟ كثير صعب تنسى كل الاشخاص اللي كنت معهم ما طبعا والتخت اللي عم تنام عليه عم احكي ليحيى بالتليفون بالاوتيل عم اقول له بدي نام على تختي على التليفون يا كلب بدك اليوم عند بعض يا ضحكت على التليفون ما في شيء حب الكذبه قصير طعم الظلم شيب قبل جاي يقول لك اليوم كيف صوت ضميرك كان معك نايم؟ لا لا كل واحد بغرفه الا هو على التليفون سرير هو فارش تحت نايم رح تنبسط اوكي هسه لما تطلعوا انتوا او ميش ويارا رح تنبسطوا انه رايحين على بلد رح تنبسطوا انه رايح معاكم يعني ان شاء الله ان شاء الله تطلع تانو هالاسبوع انا ما كنت اتوقع باش لا باش هو باش انا بس طالب صوت الحق خلي صوت الضمير يعترف انه رحله مع محمد وابراهيم احلى رحلات يعني اكيد 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 باش انا على كلامكم ذا احسن بكنسلون وبيعطون حق اماس فلوس مش ضروري نحكي فلوس دولارين ولا بعدين صرنا نعرف الطرق لحالنا ترمس ايه انا بفرجيهم الطريق لما بكون راجعين يحيى ما في احد سال عنك اخذتوا الجنسية بس ما؟ ما قال اه تركي ايه اخذتوا الجنسية مش تحت تحت يحيى ما عرضوا عليك الجنسية الإيطالية؟ عرضوها لا لا ما رحنا ما رحنا ما نزلنا ايش بس مش لأنه كنا لما رحنا بس أكثر شيء كنا بنمر أكثر على بيازا الإسباني كثير قريب الأوتيل من مونيك كم سنة؟ ثلاث سنين وبعدين تقطها ثلاث سنين على هوا انه راح ثلاث ايام لو راح اربع ايام اعطوه اربع سنين اي حد ممكن يجي له اسبوعين عشان كذا بياخذ وقت فان هو اكيد يا عمي حدا بيصير له يروح يومين يكزلر بلبنان يجيب الباسبور منيح منيح يعني انه تضل شوي هيك لكثير تشتاقوا لبرا مش 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 لا روح مش انت اللي راح تروحوا اسبوع ان شاء الله قالوا لي تبغى تسوي محمد هنيدي بتعرفي ليه؟ روح بس ابراهيم وباشر قلت لهم بتذكر كان في واحد اختيارات بين سكاير فرط على الجسم ثانية يمكن ايه بليز لا تحكي مع بليز 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 هي هلو ما انت شايف في جنبها واحد هذاك الوش هذه ضحكة السفرة ضحكة باش ضحكة هذه ضحكة حق السفرة بس انا زهير بوجهي
شوف شكله شوف شكله لا ما لا ضحكت ضحكت سمرة بس يا مش فاد روح 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 شنو قاعدة 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 كريهة ترى الأكاديمية بدت تطيح بدت تطيح فؤاد مش كاميرا مان لا هذا واحد كرمال هيك بعد هذا البوز تبعته هذا بوز اسباني لارا ايه اللي معك ماب اوف ايطالي ماب انه راح تكون ايطالي اشوف اذا ماب يعني خريطه خريطه ايطاليا لا انا عارف قلت ماب لحالها فاهم شو انا شفت خلص ايش راح نكون هلا بعد ابا راح اقول لك شو عندنا ما عندنا مو معنا شو عندكم شو عندك شو لا يكون حسيتي نفسك فنانه يعني وزايرتنا شو عندك ايش عندكم هلا ها لا يكون بس زودوا عندنا شان نحن راح نفوت على زودوا كلاس اليوم جاء؟ ايه ايه اجوا اثنين اجت باميلا بنت واجت باميلا زارتنا عوضونا احنا عوضونا اخيرا شفناها لباميلا بكره بشوف الريبورتاجات بكره بشوف الريبورتاج اجا زاهر كمان مساجات ايه يا حياة اجت باميلا يحيى الشيء الوحيد الحلو اللي سواه افتحوا غرفه المساج زين ويا بولنا واحده لقيت هاي نايمه تسوي لنا مساج بس ما نايمه بس تشعب من فراشك بسمة شو؟ ليت أنا بسمة ناظر والله انبسطنا بس سبحان الله وقت ما تقول بانه منيه وهذا ما ولا حدا بيسال عنكم الشيء احنا كنا مستنيين هلا تزعل بس نقول لك يا لك ايدي شو ياه؟ نومينيه مو قصد زعل انا بقول له هو بمزح معه عم بقول له لو هذا ما انا ليه بسال لك اياها بمزح تزعل مني ما بزعل منك بس انه بتضايق ليش؟ والله ولا فالك مدام انه ما يزعل ان شاء الله نومينيه يلا حسبي الله عليك خلص كلنا نقي ناصر حسبي الله عليكم ها شفت كيف؟ لا في شيء اللي بغيابكم صار اني حلمت بيانات والله عارف ليش؟ عارف ليش؟ انه سمعنا غنيته بال والله العظيم اليوم وانا نايم تبعه تحت بالصف قسما بالله اليوم وانا نايم يا اخي قاعد اشوف بيانات بالصف شفنا ايش؟ ذكر انا وانت؟ والله مش حلمناه بباميلا؟ اي والله انا اليوم مين حكى لي حلم بيانات؟ انا حلمت بشنو؟ انا وياك كنا بنتكلم انا تذكرت حلمت حلم كان ما ادري شنو ما اعرفش والله قايلين بدل واحد شو قلت لك حلم انت بتعمل صاحبي البشاميل وين كمان حلمت باميلا والله والله دخلت الحمام قلت لي انا وار في حلم غريب بالحلم مديني دار وقاعد يركب سي دي في المسرح يبغى يسمع اغنيته وانا ما كنت مش جالس فيه سوى الحركه هذه ما سواها لا هيك ايه لا 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 ترى هذه مثل حكه الفكريه انا كسويها انا على الصراحه فن قبل لا يدش فن ويعطي حق لارا يسلمها غني غني ولي دورك ولي غني ولي اي والله هو يسوي كذا على الستيج ما شفته انت ويعمل اولنا طلعونا على البقاع ورحنا شفنا ليشو وتغدينا وانتم قاعدين بتغدوا يو ماي جاد هذه كان غنيها دايم وفي ثانيه يا لفت لفت ليلى دي كانت انا وباميلا وهو بعد سواها وهو ايه كان يغنيها معاكم بلا ايه لما كان يقول كونجرين مش عارف لا دي كانت شو ثانيه دي كانت بلا كان بس يقول شو بك والله كان يعمله بس كان يبلش الاغنيه احنا كلنا نغشى من الضحك لا فاكرين لما كان when the teachers were in front of us ودي عاوز بس كان صوت كتير حلو ماي فبيعملي نو ماي فبيعملوا ماي